السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في نجار وود وركينج. غيبة طويلة، أكتر من سنتين مش بنعمل محتوى عدل على السوشيال ميديا. طبعا عارفين الأسباب، كورونا وما بعد الكورونا وضغط الشغل كان عندنا في التصنيع، وده أكتر حاجة بتاخدنا من السوشيال ميديا. بس الحمد لله بدأنا نظبط الأمور، فإن شاء الله راجعين تاني على السوشيال ميديا وعلى الكورسات، وربنا يكرم باللي جاي إن شاء الله. كل سنة طيبين، إحنا داخلين على شهر رمضان، رمضان كريم عليكم جميعا. رمضان السنة دي في نجار هيكون مختلف، هيكون شهر التعشيات، وعشان كده عملنا لكم 4 ورش تعليمية عن تعشيات الأخشاب هنعملها في ورشتنا في الهرم، هنعمل فيها تعشيقات ما عملناهاش عاده قبل كده، وكمان ان شاء الله هنبدا في كورساتنا اونلاين خلال ليالي رمضان. ده غير ان شاء الله الحاجات الكتير اللي مستنياكم في كل منصاتنا على السوشيال ميديا. ستي تون، تابعونا واستنونا، وكالعاده تنسوناش من خالص اللايكات والكومنتات واكثروا من الشير والرياكشنات، ودمتم نجارين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.